السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم دورة جديدة عن Modeling and Simulation. طبعا هاي ثاني دورة نقدمها هذه السنة بعد دورة OS، وإن شاء الله أكو دورات قادمة خلال هذه الأيام. طبعا راح نبلش بدورة Modeling and Simulation، راح تكون دورة خفيفة وفيديوهاتها أيضا قصيرة بسبب أنه قلة المواضيع اللي بيها. طبعا الشرح كله راح يكون نظريا، فراح أشرح بعض المواضيع المهمة بمادة Modeling and Simulation. طبعا هي هذه المادة مخصصة لطلاب الجامعات. حاليا راح ناخذ اول موضوع عندنا هنا من Modeling and Simulation، اللي هي معناها المحاكاة والنمذجة. اول موضوع اللي هو يخص Random Number Generation، اللي يحتوي على طريقتين. طبعا طرق جدا سهلة. اول طريقة عندنا اللي هي Mid Square، مربع الوسط. ثاني طريقة عندنا اللي هي Concurrential Method. تمام؟ لو نجي هنا أول طريقة، شلون تشتغل هذه الطريقة؟ حتى نفهمها دائما بالRandom Number Generation أكو أرقام عشوائية من اسمها Random Number، فإحنا نختار رقم عشوائي. مثلا اختاريت هذا الرقم 5116، راح أختار الميد سكوير. الميد سكوير بالنسبة له، فالميد شنو هو هذا الرقم اللي هو 11. تمام، بعدها راح اسوي له سكوير لهذا ال 11، ف 11 في 11 راح يطلع لي 121. تمام، فدائما الرقم اللي اخذه اخذ الميد له اي رقم كان. مثلا انا اخذت رقم من 4 مراتب، فراح اخذ الميد له اللي هو 11، او 3 مراتب يصير الميد له رقم 1 فقط. هنا راح نجي نحل اكسرسايز. طبعا لنفترض قال لنا اريد اني 4 احتمالات او 5 احتمالات بطريقة الميد سكوير. انا راح اجي اختار رقم عشوائي من عندي، افرضه مثلا 114، وهنا طبعا صفر حتى يكون يعني 4 ارقام عندي، 0 1 1 4. اختاريت الرقم، شنو الميد له؟ 11. اوكي، اختاريت 11. ال 11 من اجي اضربها في نفسها، ايش قد 11 في 11؟ 121. ايش طلع لي؟ 3 مراتب. اذا لازم اضيف مرتبه وياه حتى اسويها 4 مراتب، نفس الرقم اللي اختاريته. تمام، راح اسويها 4 مراتب، راح ارجع ايضا اخذ الميد لهذا الرقم، اخذ 12. اذا طلع عدد 12، ايضا اقول 12 في 12 اللي هي 144، وايضا اضيف 0، اضيف 0 من جهه اليسار حتى تكون عندي 4 مراتب. مرات اضيف 0، اضيف 3، المهم ترجع لي 4 مراتب نفس المرتبه اللي اخذتها بالبدايه عدد المراتب. ف 144 الوسط لها 14، وكذلك ايضا اضربها تطلع 196، واضيف 0، وايضا اخذ ال 19. طبعا لوين راح نتوقف؟ راح نتوقف على حسب عدد الاحتمالات اللي اعطيناها بالسؤال. مثلا هنا قال لي سوي لي 5 احتمالات، اذا راح اجي اشوف هذا الرقم اللي اختاريته هل هو صحيح؟ كفي لي 5 احتمالات، ف 1 2 3 4 5. اوكي هذا صحيح. اكو ارقام ما تصير 5 احتمالات، مثلا توصل للثلاثة وتتكرر، مثلا طلع لي 11 12، وراها بعدها هم راح يطلع لي 11 12. هذه النواتج اذا تكررت عندي فهذا خطأ، لازم يصير عندي تكرار بهذه النواتج. مثلا 11 12 14، هم يرجع 11 12 14، هذا خطأ، المفروض ما يطلع عندي تكرار. طبعا هذا الرقم اذا كملناه مثلا نوصل للعشرة راح يطلع عندي تكرار فخطأ. المفروض نختار رقم دائما النتائج ما تكون مختلفة. مثلا اريد رقم يسوي لي 20 احتمال، النتائج ما تكون مختلفة، فراح اخذ رقم عشوائي من عندي راندوم، افرضه راندوم نمبر، افرضه عشوائي، اظل اجرب به عدد الاحتمالات. هاي بالنسبة للطريقة الاولى اللي هي ميد سكوير، مربع الوسط. ان شاء الله بالفيديو الثاني راح نشرح الطريقة الثانية. أتمنى استفاديتم من هذا الفيديو، شكرا لمتابعتكم.